مساء الخير، شلونكم متابعيني؟ اليوم اجيت وياكم بفيديو جديد، فيديو جولة بالمطبخ مال بيت اهلي، جولة بالمطبخ البارد والمطبخ الحار، وتحديدا الجولة بالكاونتر. خليكم ويانا، طبعا هذا الفيديو حسب طلبكم، خليكم ويانا وان شاء الله يعجبكم الفيديو. احنا فتحنا اول باب من الكاونتر، احنا حاطين بيه الاستكانات وحاطين بيه القواري ومصفطينهن بهذا الشكل. وهنا الباب الثاني بأكوابة وهم استكانات، طبعا احنا بيوت العراقية واي بيت ما نخلى من الاستكانات الهواية والأكوابة الهواية، فراح تشوفون كمية من المواعين والأكوابة والاستكاين كلش هواية. وهذا الباب الثالث هم بأكوابة، سيتات من الأكوابة وقلاصات مشكل كوابة وقلاصات. وهذا الباب الاخ بقلاصات وبكاسات، كاسات شكلين. طبعا مصفطات بهذا الشكل بالشكل المرتب. وهذا الباب هنا سيتات مال الحليب، مال الكوابة مال الحليب والقواري مالتهن، وهذا سيت مال النسكافيه. وهنا عندي هذا الباب الاخ بغرض الكهربائي، المواد الكهربائية أو الأدوات الكهربائية، وبالشغلات البيكنج باودر والفانيلا والنسكافة. وهنا واحد من الجرارات بالقلاصات. وهذا الكاونتر محطوط هنا عليه المعجنات، هاي المعجنات لانه اني اليوم جاية يمهم فمسويهن الي. هاي شغلات بسيطة محطوطة على الكاونتر. وهذا باب الكاونتر، اول باب من الكاونتر. هنا الترامز وهنا عندنا مواعين. هنا الباب الثاني بيها مو مواعين. اكتبوا لي بالتعليقات اذا تريدون جولة كاملة ببيت اهلي اسوي لكم، بس انتو طلبتوا من عندي جولة بالمطبخ وبالكاونتر وانا سويتها حسب طلبكم. عندنا احنا ايش قد ما نشتري مواعين ما نبزع من عدهن، هواية نشتري، ويومية تطلع موديلات جديدة ويومية تطلع أشكال جديدة، وكل ما تطلع نشتريهن من جديد. هنا صواني والبايركسات وكاسات الشوربة، وهنا المواعين بكل الأشكال وبكل الأحجام. أريد تكتبون بالتعليقات جولة بالمطبخ مالتي أحلى لو جولة بالمطبخ مال بيت أهلي أحلى، شنو اللي أجبكم أكثر كتبون نبي، ويا مطبخ أحلى أجبكم الحار البارد. وهذا الكاونتر كله بهذا الشكل. وهذا الجرار الثاني مال الكاونتر كله فناجين مال القهوة، فناجين مال القهوة وفناجين مال النسكافيه مرتب بهذا الشكل. وهنا عندنا المطبخ الحار، طبعا هنا حاطين زرعة هواية، وهسه راح ندخل على المطبخ الحار. هنا مخلين مجمدة ومخلين جرارات ومخلين ميز صغير بالمطبخ الحار.
وهذا شكل المطبخ الحار مال بيتهم. وهنا ميز وكراسي محطوطة بالمطبخ البارد. وهذا كان الفيديو مالتنا لليوم، إن شاء الله يكون عجبكم الفيديو واستفاديتوا منه. شكرا لكم وشكرا للمتابعة، مع السلامة.